اول مره بتغني بلا جمهور ومعروف يعني جمهورك. شيء جديد علي بس شيء كثير حلو. شيء كثير كثير حلو. واللي طلع بهالفكره كمان كثير فكره حلوه. حيكون كمان يكون بعاد عن الناس وضلنا قراب عن الناس اونلاين على السوشيال ميديا. شغله كثير حلوه هي. فبعد غياب طويل عن جمهوره قدم جورج وسوف حفلته الاونلاين الاولى ضمن فعاليات حفلات الصيف مكملين معكم واللي عم بتنظمها هيئه الترفيه بالتعاون مع شركه روتانا وعم تنعرض مباشره على شاهد في اي بي. طبعا بهيئه الترفيه بالمملكه اللي هو رئيس الشيخ تركي الشيخ هذا خي غالي ابو ناصر وانا علاقاتي طيبه مع كثير من اهل الخليج. صابر وراضي عندي نسيني وروحي فيه عندي نسيني وروحي فيه صابر وراضي راضي ما حنيني هن عليه. وافتتح الوسوف الحفل بوحدة من أنجح أغنياته صابر وراضي وكف الحفل مع أجمل أعماله قلب العاشق دليله الصبر طيب خسرتي كل الناس وبستنى باليوم واليومين بستنى باليوم واليومين يقول لي فين وفين سغالي عليك انا بابني قلتني بكلمي إيه. وكمان غنى طبيب جراح اللي فينا نقول انها ما زالت لليوم من اجمل الهيتس اللي عنده رغم مرور اكثر من 20 سنة على اصدارها. تعالوا واسألوا عني انا اللي لي جراح طبيب بالكون ما تشفي طبيب جراح قلوب الناس ناريها. وطبعاً ما نسي إنه يغني الأعمال الطربية لجمهوره المتواجد بالمنزل على الطريقة اللي عودنا عليها مثل يا أغلى من أيامي لأم كلثوم وقدك المياس لصباح فخري. أنت أحلى الناس في نظري كل من صورك يا قمري. وحفله قدر يوصل للترند من خلال تفاعل الجمهور معه على السوشيال ميديا والحفل تم بعد تشويق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فروتانا عرضت له لقطات نادرة من مسيرته الفنية. خبرني شو جديدك؟ شو عم بتحضر شي جديد؟ في جديد؟ شو بدك تعطيني شي حصري؟ شي حصري لقلنا؟ اسم غنية؟ أغنية حتنزل قريبا إن شاء الله. أها. في شي عنوان تعطيني؟ في وقتك اللي صاحي الليل ودم كان الساعة بوحدة ومن يقدر ينام الليل هو خيال مع وحدة. الله. والناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس بالعمر وناس في وناس في الحب وفي اليوم كله ما بتنام ساعة واحدة. الله الله. صباح الفل على العاشقين صباح الفل على الصحيين يا حبايب قلبي يا جمهورنا حبايب القلب ام بي سي وانتو محطه بتشرف. رح يكون انتاجك الخاص هود الاغاني او مع روتانا رح يكون في عقد جديد؟ طبعا ما بحط روتانا روتانا نحن اهل صغير ما بيخلى الامر من شويه مناقشات شويه خلافات الشغل هذا عادي بس اللي بالقلب بضرب بالقلب ماله قديم ماله جديد. وبالنسبة للإشاعات اللي بعد عم بتلاحق صحة جورج وسوف الترندينج بأكد لكم إنه بصحة جيدة. طمنا عن حالك عن صحتك. صحتي منيح عم إيدي هيدي الحمد لله بس هيك شوي من هون عم نعالجها عم نعملها فيزيوثيرابي والحمد لله وكل شيء من الله حلو. وهو مؤخرا نفى من خلال تويت أي خبر سلبي عن صحته واتمنى من الصحافة إنها تتأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع آخر. عم نشوفك كتير نشيط على السوشيال ميديا على انستغرام دايما عم تتفاعل مع الناس. ما تقولي لي حدا مش انا عندي وهيك كانت اجواء المقابله مع الوسوف مضحكه وعفويه حتى هو ضحكنا لما خبرنا عن كورونا بعدين انه هلا هذه كورونا اللي مصيبه صح الله يخلصنا منه مصيبه كبيره بقى هلا انا جاي لواحد يموت ما في يقول لحدا لا بيتني بعد ما طار قالوا لي ما هو كورونا قلت لا أعطتني بوسي لا حرقت علينا قال لي عندك خبر إنه قلبي حجر يا هم ملعب بشر